اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع أخيه معالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى جمهورية العراق. وخلال الاجتماع أشاد معالي وزير الخارجية بمسار علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مستعرضا معاليه سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها لآفاق أرحب على الأصعدة كافة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد وزير خارجية جمهورية العراق على العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مثمنا مواقف مملكة البحرين الداعمة لجمهورية العراق في محاربتها للإرهاب والتطرف والعنف وتجفيف منابع تمويلها أيا كانت مصادره، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استمرار تنسيق المواقف في جميع المحافل وسبل تعزيز العلاقات من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول أهم التطورات في المنطقة.